بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نجاح بلا حدود، في محطة ثانية من محطات النجاح. وإحنا أول ما بدأنا اتكلمنا عن الدوافع، وإن الدوافع ليها أصناف، الدوافع الخارجية ودوافع المعيشة ودوافع الداخلية، والدوافع بتدير الطاقة، وكلمنا على أساليب الطاقة وأصناف الطاقة. عندك الطاقة الروحانية، عندك الطاقة الذهنية، والطاقة الحسية والشعورية، والطاقة الجسمانية. ودي عشان الاثنين بس مع بعض، عندك دوافع عالية، عندك طاقة جميلة، مش كفاية، لازم يكون عندك مهارة، وفي المهارة لازم تقرا كل يوم على الأقل 20 دقيقة، لازم تسمع أشرطة، خصوصًا في سيارتك أو أنت في الشارع أو أنت في أي حتى بتلعب رياضة، اسمع أشرطة، اتفرج على أشرطة، تكون فيديوهات، وروح محاضرات بنفسك، خلي نفسك تبقى التنمية البشرية، تبقى جزء من حياتك عشان تاخد ده وتحطهم في الفعل. واتكلمنا قبل كده، من غير الفعل كل اللي بتعمله هيتعبك، هيضايقك، لأنك عندك معلومات كتير ما بتحطهاش في الفعل، ما بتخوفش الحياة. وبعد الفعل لازم تتوقع الاجابه، تتوقع الصح فيها، تتوقع انك تنجح. التوقع ده كلام المره اللي فاتت عن التوقع، قلت عشان تتوقع وانت بتتوقع حاجه باحاسيسك بتنجذب اليك من نفس النوع. توقع الخير، توقع الخير باستمرار، توقع الخير من حواليك، توقع الخير من اصدقائك، توقع الخير من اولادك، توقع الخير من زوجك او من زوجتك. بتبص زي الزوجه نفسها او زوج، بص توقع منهم الخير، ما تقعدش تركز الناس على الحاجات السلبيه بس، لان اي حاجه تركز عليها هتشوف منها كتير. اي حاجه تركز عليها هتشوف. عايز تتضايق ركز على حاجه تضايقك، عايز تنبسط ركز على حاجه تبسطك. فكل ما في امر ان من اول النهارده ركز على حاجات اللي هي تدعمك في حياتك، وفي حاجه مش مبسوط منها غير الفعل لغايه ما توصل لمرحله توصل انها تديها طاقه ايجابيه بدل ما تشتغل ضدك. تتوقع الخير من كل شيء، الخير من الله سبحانه وتعالى، الخير من نفسك، الخير من الناس، الخير من عيلتك، الخير في عملك. توقع كل شيء يكون ايجابي، ولو حاجه مش ايجابيه معنى كده، مش معنى كده انها اشتغلت ضد افكارك، لا بالعكس، اديت لك تحديات، والتحديات جواها رساله، الرساله بتكبرك على فكره. وفي يوم من الايام ان شاء الله انا من ضمن الحاجات اللي انا بدرسها في العالم ازاي الواحد ممكن يتعامل مع تحديات الحياه، لان التحديات موجوده، لكن لما تبص لها سواء في الضغط اللي حوله، سواء خوف او مرض او الم، عمر ما جاء عشان يتعبك، جاء فقط عشان يكبرك ويعلمك. الانسان لما يكون مريض يقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى، يبعد عن سلوكيات سلبيه ويكبر، يتحسن في افكاره، يوصل للشفافيه. زي ما يتألم، لما يتألم يقول يا رب، ربنا سبحانه وتعالى مدينا كليه، في اي الم، اي تحدي في حياتك، في رساله، الرساله دي هديه من الله سبحانه وتعالى. لما تركز عليها انها رساله، هتلاقي رساله تديلك معلومات، المعلومات مجرد ما تحطها في الفعل هتلاقي الحاجات دي تبدا تقع شويه شويه، لكن لما تركز على الم يبقى الم هيزيد. لان اي حاجه تركز عليها بتزيد من نفس النوع، فلما تركز عليها كرساله هتزيد من نفس النوع. دلوقتي احنا وصلنا للتوقع، بعد التوقع لازم الالتزام، لازم الالتزام. ما تقدرش تتوقع بس وتبقى غير ملتزم. الالتزام ان يخليك تصحى الصبح بدري وانت مش عايز تقوم الصبح بدري، يخليك تقوم تصلي الفجر وانت حاسس ان في السرير، عارف ازاي؟ يعني يتدافى كده او الدنيا تشتي بره بس انت متدافي جوه، وبيقول طبعا الشيطان يقول لك خليك راجل في السرير، اللي هو يوم بكره حلها ربنا. الالتزام هيصحيك وانت مش عايز تقوم، الالتزام هيخليك تبتسم وانت مالكش نفس تبتسم، الالتزام هيخليك تقرر انك تتحرك وانت مالكش نفس تتحرك، الالتزام هيخليك تلعب رياضه، خليك تتحسن في حياتك. الالتزام، الالتزام. في شويه قصص كده، من ضمن القصص لما نيجي نتكلم على واحد مثل توماس اديسون. توماس اديسون كان من نوع المبدع، كان مبتكر، عمل حاجات كتير من ضمنها اللمبه، لمبه الكهرباء. عشان يعمل لمبه الكهرباء ده اللي بيقولوه انه فشل، عدوا معايا 9999 مره، 9999 يعني حوالي 10,000 مره. كان قاعد مره في عشاء وقعد واحد من اللي هي وسائل الاعلام قال له ايه توماس ده انت فاشل عالمي، ما تبطل البتاعة دي. قال لا انا فشلتش، انا اكتشفت 9999 حالة ما بيشتغلوش، وحامل 10,000 اكتشافها. تخيل 10,000 والحمد لله ما سمعش كلامه. يعني في التزام خطير. لما قالوا له ايه اللي خليك تبقى ملتزم كده؟ قال لهم لما عملت اول واحدة اتعلمت، عندي معلومات كتير، لما عملت الثانية بقى عندي معلومات اكتر، وصلت ل 10,000 عندي كمية معلومات، ده انا اكتر واحد في العالم عنده معلومات عندي، مش ممكن اسيبها. فكل حاجة بتغلطني او تكون بتقدمني لقدام، لان خطوه لقدام، فانا الخطوه لقدام اللي انا عملته ده خلاص مش هعمله ثاني. فانا باخد من البدايه روح غير لغايه ما قدر يوصل للمبه الكهربائيه. تعال نشوف مثلا بالظبط زي عندك زي كولينيس ساندرز، الراجل بتاع كنتاكي فرايد تشيكن. كنتاكي عارفين طبعا كنتاكي. المهم كان عنده، كان يعني وصل سن كبير وتقاعد،
وجاله قوي شيك من الحكومه، الشيك كان بحوالي 90 دولار، اخذ الشيك راح مقطعه وراح لميت الزباله وقال لهم انا مش ممكن عايز بالاسلوب ده على 90 دولار، لا انا عندي وصفه للدجاج وعندي وصفه للفراخ. الناس بتحبها، تحاول ابيعها المطاعم. اترفض في سنه ده مع الكانيون بتاع عمل يسوق حوالين امريكا الولايات المتحده، واترفض من 1007 مطعم، 1007 كل ما اروح لمطعم يقول انا عندي الوصفه بتاعتي وراح ممشيه. اخيرا اللي بقلبه 1007 قال له ما عنديش مانع هستخدم الوصفه بتاعتك بس بشرطين، الشرط الاولاني تساعد في المربح، هتساعد في تقدير المربح وانت اللي هتطبخها، والشرط الثاني هتاخد 5% فقط من الوصفه بتاعتك والباقي وافق طبعا على طول. الباقي التاريخ بيحكي النهارده الراجل ده حوالين العالم في اكثر من 80,000 بني ادم بيشتغلوا في شركات الراجل ده، لانه عرف معنى الالتزام، عرف قوه الالتزام، الالتزام قوه، عارف لما تكون انت ملتزم بتعمل حاجه تلاقي عندك دافع وعندك طاقه وعندك مهاره حطيتها في الفعل متوقع الاجابه لكن مش ملتزم، تبدا حاجه وتسيبها. تعرف حد يبدا كتاب ويسيبه، حد يبدا لغه ويسيبها، حد يبدا يلعب رياضه ويسيبها مع انه عاوز يغير وزنه، عايز تكون صحته كويسه بيسيبها ليه؟ مفيش التزام. يعني معنى كده انه مش جاد؟ لا هو جاد بس كميه الجديه اللي عنده ضعيفه، القرار بتاعه قرار ضعيف. عارفين كلمه القرار دي؟ لما حد يقرر انه يعمل حاجه، الكلمه دي جايه من حاجه اسمها دوكايتيري. دوكايتيري ده اسم اساسه يوناني يعني قاطع. يعني ايه قاطع؟ لان لما قرر اعمل حاجه ده قرار قاطع، هبقى ملتزم بيها، هبقى مرن في اسلوبي لكن هبقى ملتزم بيها لغايه تحققها. عارفين عملت حاجه سميته قانون النمله. كنت قاعد في بيتي بعرف الجنينة وبعدين نملة معدية وشايلة حاجة أطول منها، قلت أنا حاطط رجلي قدام النملة عشان أمنحها إنها تمشي. راحت طالعة من سكة تانية، رحت لسكة تانية حاطط لها رجلي عشان أمنحها، شافت سكة تالتة، راحت فضلت على كده ساعتين على فكرة، لأن طبعًا بناتي قال لك ده بابا يقول لك راجل عمال يلعب مع النملة حصل له حاجة في مخه ده ولا إيه؟ مش حكاية تلعب مع النملة، كنت عايز أشوف إمتى هتستسلم. تعبت انا جيت لعم احط رجلي، انا بدي احط رجلي وهي حجمها صغير شايله حاجه وماسكاها وشايلاها، اكنها بتضحك عليا تقول مهما عملت برضه هروح، يعني برضه هروح، يعني ادي قانون النمل، اذا كان النمل بيعمل كده ما بتتعلمش من الطبيعه، ليه بتبدا حاجه وتسيبها؟ لازم تكمل، لان عارف الفرق بين النجاح والفشل؟ الفعل والتوقع وبعدين حته الالتزام. الالتزام دي بتخلي الشخص الناجح يبقى مستمر. انا شفت حاجه كنت في مونتريال بتفرج على ديسكفري تشانل اللي هي بتاعت الاكتشاف. وكانوا جايبين حاجه عن واحد من الرياضيين الكبار. يمكن تعرفوه محمد علي كليك، ايام لما كان لسه لما كان شاب صغير وكان لسه بيبدا حياته. كان بيجري والمدرب بتاعه قدام، فكان بيجري. ولما طبعا جري بتاع حوالي مثلا ساعتين عمال يجري عمال يجري فخلاص تعب. المدرب راح جاي قدامه وراح مديله ظهره وراح حادف ظهره على محمد علي وقال له دلوقتي عايزك تلف وتزقني وتمشي بالعكس تجري بالعكس. قال له انا عارف اجري لقدام لما هجري لورا وكمان شدك. قال له شوف اللي انت بتعمله ده الفرق بين البطل واللاعب العادي. الشويه دول فراح سحبه على يجري بيه. قال له خلاص سيب ارجع تاني قدام واجري وراح مكمل تاني. قال له الفرق بينك كبطل والانسان العادي، الانسان العادي بيستسلم بسرعه، البطل ما يستسلمش اطلاقا. شفت الوقت من الاوقات قال لك بيقول لك بالانجليزي نيفر جيف اب، نيفر 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 ايفر ايفر جيف اب، عمرك ما تستسلم اطلاقا طالما عندك حلم وحطيته في الفعل وعارف ان الهدف يستحقك وعارف ان انت تستحق الهدف ده وعارف انه هيعمل فرق في حياه الناس وفي حياتك، يبقى ما تسيبوش اطلاقا، خليك مرن. الراجل ده توماس اديسون 10,000 مره، في اكثر من كده؟ تعالى روح وولد ديزني. وولد ديزني عشان يعمل ايبكوت سنتر اللي هي موجوده في ديزني مدينه ديزني لاند دي اترفض من كام؟ من 302 بنك. هتروح كام بنك انت عشان تستلف؟ 302. وبعدين هو مات. وبعدين في واحد اسمه مارك ماكسيلر، الراجل ده كان مدير ايبكوت سنتر. الراجل المدير بتاع البنك اللي هو استلفهم قال له بالنسبه لوالت ديزني يا ترى 302 كان اكثر حاجه؟ قال له انت بتهزر، ده وولد ديزني كان عنده لسه كل البنوك اللي في العالم. 302 ده كان بسرعه جدا. وطلعت ادي قوه الالتزام، التزامك فين؟ وصلت لغايه فين؟ عاوز تصلي الفجر ملتزم ولا لا؟ انت ملتزم لله سبحانه وتعالى، لازم تكون ملتزم لله سبحانه وتعالى. هذه اول حاجه. بعد كده تلتزم بالتتبع باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مش انت مسلم، مش اسلام، مش انت سني، يبقى لازم تعمل كده. لو انت فعلا وصلت لمرحله ان انت دينك ايه؟ التزامك ايه؟ اخبارك ايه؟ بس بالكلام او بالشكل او باللبس؟ لا لازم تكون ملتزم. ملتزم لاهلك ولا مش عندك اولاد؟ ايه اخبارك معاهم؟ لا ما عندكش، ايه اللي انت عايز تعمله؟ ملتزم لشغلك؟ عاوز تعمل ايه؟ عاوز توصل لفين؟ لازم تكون ملتزم باهدافك لغايه امتى؟ لغايه ما تحققها وتحقق عندك هدف تاني كمان وهدف تاني كمان وتسيب بصماتك في الدنيا
وانت ماشي من هنا هتلاقي ناس كتير جدا ممكن تستفيد منك، هتلاقي على فكره الافات. ازاي انا بستفيد من حد وحد هيفيد حد وتلاقي الناس كلها عماله تستفيد من اللي انت قلته؟ فبص تلاقي ابدا من اول النهارده، خلي عندك دافع عالي، خلي عندك طاقه ممتازه، خلي عندك طاقه ايجابيه، ابعد عن السلوكيات السلبيه هنتكلم فيها بعدين ان شاء الله، وتعلم، خلي عندك مهاره، خلي التنميه البشريه تبقى جزء من حياتك، وبعدين حطها في الفعل وتوقع انك تنجح وخليك ملتزم بيها لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. وان شاء الله اشوفه في المحطه الجايه اللي هنتكلم على المرونه، ولما نوصل لغايه هناك اسيبك دلوقتي واعيش كل لحظه اكنها اخر لحظه في حياتك. عيش بالايمان بالله وحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتتبع باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعيش بالكفاح بالفعل، وعيش بالالتزام، وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.